داخل المسجد النبوي الشريف في كثير من الفنون اللي استخدمها المعماريين. اللي يدخل مع باب السلام للمسجد النبوي يشاهد بعض النتوءات اللي موجودة في الجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف، هذا فن معماري. راح نتعرف على هذه النتوءات وعلى ارتباطها أيضا ببعض المعالم داخل المسجد النبوي الشريف، وحنا نستكمل رحلة عمارة المسجد النبوي الشريف. البرزنجي في نزهة الخاطر ذكر أن هذه أخطاء المهندسين المعماريين إلا استبدلوا طبعاً في خلال 12 سنة، استبدل كثير حرصاً على التتبع، وبتحصل أخطاء وتصحح، لكن هذه من ضمن الأخطاء اللي هو بيقول أنها لم تصحح. المتتبع المعماري يدرك أن هذا مو خطأ. ليش؟ لأنه توافق مع علامات حرص المصمم أو المعماري على إبراز المسجد النبوي الشريف كما ذكرنا، حدوده ومعالمه وكيفية الوصول إليه والتنبه إلى أنه أنت داخل المسجد أو خارج من المسجد، خاصة أنه فيها أقوال فقهية، في بعض الفقهاء يضيق واسع، بمعنى أنه يقول لك والله تضعيف في المسجد اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم إلين حده فقط، فهذا نص شرعي سواء كان أو فقهي، سواء كان متفق عليه أو مختلف عليه، المعماري حرص على إبرازه. وبالتالي وانت داخل من باب السلام هتلاقي 4 نتوءات فقط في جدار القبلة، من أول جدار القبلة اللي طوله 90 متر ما في غير هذه النتوءات من باب السلام تلقاها، والعمارة التزمت به وليس له علاقة إنشائية، لأنه جدار سميك 2 متر وشوية، وبالتالي أنت ما تحتاج لهذا النتوء عشان تدعم القباب، ليست له وظيفة إنشائية على الإطلاق، هو وظيفة معمارية. فإذا نظرت هتلاقي أنه هذا النتوء يقف فين؟ يقف عند حد المسجد، هذه علامة حد المسجد النبوي الشريف، فآخر نتوء يقف هناك، كأنه بيعطي للداخل للمسجد النبوي الشريف يعني تنبيه لأنك أنت الآن سوف تقدم إلى أن تصل إلى المسجد النبوي الشريف. باقي هذا كله خارج، وكذلك الخارج من المسجد النبوي الشريف جهة باب السلام بالنتوءات هذه بدون العلامة سيعلم أنه هو ما زال في المسجد النبوي الشريف. أعتقد أنها هذه النتوءات هي علامة مميزة، ومن برضو يعني هوية العمارة المجيدية أنها حرصت على تثبيت المعالم بأشكال زخرفية وأشكال معمارية سواء كانت في الألوان أو في الأشكال. نلاحظ إذا صورنا أو شفنا المحراب العثماني أو محراب عثمان بن عفان رضي الله عنه، هنلاحظ أن المعماري عنده مشكلة، وهي مركز القبة ومركز المحراب. الموضع هذا محكوم زي ما ذكرنا كموضع ما يقدر المعماري يتصرف فيه، محكوم في هذه المنطقة في هذا الإطار لقبة المحاريب الثلاثة. في الحالة هذه المحراب ما حيجي في المنتصف، المحراب حيجي في اليسار، فالمعماري حافظ لكل واحد من هذه المعالم وهو مركز القبة ومركز المحراب. الأمر الآخر كما نعلم أن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم هو على امتداد العمود، الأسطوانة المخلقة، وبالتالي الأسطوانة المخلقة هي المنتصف، هي المركز، وهذا هو مركز القبة جهة مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمحراب زاح حوالي 45 سنتي إلى جهة الشرق. هذا التزام تام
بالتتبع والتقصي لكيف كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات فيما يخص محراب النبي والالتزام به. لذلك نجد أن هذا السمت اللي هو من العمود إلى منتصف الجدار، جدار القبلة، هنا بينهما يقع محراب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه في نفس السمت وفي نفس المحور. الله أكبر. أشهد أن